السلام عليكم معكم حسان وعدنا في لعبة محاكي الخباز لعبة جديدة تطوير محمد قصراوي الاسطورة اعطاني كود اللعبة لسه ما نزلت كود قال جربها نزلها فيديو يعني ونشوفها سوا يعني قبل ما نبدا لسه نشوفكم في القناة حط لايك المقطع ليتس جو معنا خم... هذا اول شيء معنا 500 دولار والساعة 7 الصباح وفي ريبيتيشن اوكي اوكي يقول <applause> اول زبون راح يجيك بعد ما تخلص الاشياء التاليه اول شيء اشتر استخدم كمبيوتر واشتر فرن بسم الله لا هذا الموظف اللي عندنا اوكي طيب ولا هذا الزبون اصبر المحل وين اوكي هذا مدخل المحل هنا باب توفي اوكي كذا نرجع البيت لا 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 باكينج مي... اوكي ويت اوكي اول شيء نفتح الكمبيوتر هذا الكمبيوتر نشتري اوفن ولا مو وين هنا؟ اوكي هنا الاوردرز الظاهر اه هنا اوردر منيتور اوكي هنا الطلبات هنا الكمبيوتر اوكي نشتري اوفن ونشتري دو ميكر اللي هو صانعة العجين. equipment اوفن باي دو ميكر باي حلوين حلو الحين لازم نشتري الانجريدينت اللي هي المكونات فلاور طحين زيت وخميرة, اوكي. كمبيوتر, <hesitation> آه. wait, كمبيوتر, وين وينك الفلور, آها, أويل, وباقي الخميرة, وينها؟ ييست, 9 دولار, يا حبيبي. اوه, هنا يعلمني ستاك كم عندي, عندي 10 ييست, عندي 10 زيت و10 فلور, اوكي. هنا الفايننس طبعا لسه ما عندنا فلوس ما حد جانا اوه يعلمنا كل شيء دفعناه الاكويبمنت 100 250 الفلاور لوي. اوكي زيت رخيص الفلاور واللي غاليين اوكي شوب المفتوح المحل اوكي المفروض طيب مدري. آه، order, monitor, هذا. Baguette, baguette. ما ادري ناو يوزر اوردر مونيتور هذا تو اوردر باجيت ما ادري ايش يسمون امه زبدنا خبزه نوع من انواع الخبزه بس إن حقت الفخمين يا يعني. عيال بقيت خل نشوف شو اسمه يا عيال عشان نقعد لعبه كلها ما نعرف اسمه ما ينفع كذا والله باقيت باقيت يعني رغيف الزبده خبز فنقول له اوردر بوي اح روح يصلح لي اياها هلا والله يا محمد خل واحد يجي يرتب لي المواعين في محاكي <applause> التاجر <applause> زي ذا اخي شوف رهيب راح يصلح لي اياها اوكي طيب لما يجهز الاكل روح حطه عند الكاش ريجستر هنا كاش ريجستر ونضغط اف تو تيك وان باكيت فروم ذا تري اها نحطه هنا بعدين ناخذ باكيت حبه واحده نحطها اوكي جهز عمر على طول قاعد طيب آه ناخ اوه هلا بالرغيف هلا <applause> بالخبز بعدين نخلينا لنا حبه هنا بعدين نشوف في هذه الحبه نحطها في الباكينج ماشين بعدين اوكي بعدين نسوي لها سكان الظاهر يا والله شغله ها ايش تبي اصبر انا ما عرفت ترى شلون اشتغل ايش تبي اوه كذا بس كذا اوكي طب خلينا نغلفها كلها قدام السالفة كذا ولا نخليها عشان نصير فريش يعني والله ما ادري اسمع جهز لنا باجيت زيادة جي راح اصلح لنا باجيت هلا والله هلا هل بالحلوين في سكر في مدري ايش اوكي هلا والله ايش تبي هلا حبيبي فرنش بريد اللي هو الباجيت ولا اي تعال ابغى خبز فرنسي ما هو مو نفس الشيء تعال شكرا على الباجيت لكن وين هذا ايتاليان بريد مو فرنش بريد يا بوي شكرا شكرا حبيبي خلينا نحط الباجيت هنا ونخلي فرنش بريد فوق عادي تاخر عليك ولا تزعل اوه في تايمر بسرعه ما في وقت شت كثر عينا يا عيال

اوكي والله ما ادري شكرا ابو تصلعت كشيخ كيوت ها ايش تبي حبيبنا ايتاليان بريد ما في ما جهزناه اصبر تكفى بسرعه بسرعه قبل ما يمشي تكفى عجل علينا يرحم لي والديك اطب عندك انا اطب عندك خلني ادخل اساعدك يا كلب يا يعني عيال اسمع تقول لي ايش اخبارك كيف الاهل شو امورك اتوميك بيكري يا اخي اسم بغيره طيب انا بيحط اسمي انا يا اخوي ابي اسميه مخبز حسان يا اخي موديها بعيد لي لا 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 تعال 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 لا ثانية <applause> اوكي هذه تبع ال... هذا اللي هو ايتاليان بريد عشان ما نضيع لان المفروض ما نغلفها الا بعد ما هذا تعرفون يعني بس اني انا استعجلت توقعت يمديني الحق للاسف ما يمديني الحق اوكي هذا وشو باكيت اوه مكتوب عليها كويس خل خليها فوق <applause> ما غير ارميها في <applause> الارض نعمه طب اسمع أجهز لنا تاكل ها اصبر يا بزر تبي لوف بريد ما بدينا جهز الاكل اللي ماشين تسمع؟ تاخذ باكيت ما بدينا ما اطل فيك طيب يا الله الحين كلهم جايين يطلبون اكل ما بعندي يا حول بدري خلاص بيمشي انقل انقل اروح بيتكم كل تمن بس اسمع جهز لنا من الحين ايطاليان لوف خلينا نسوي جراي بريد يمكن يطلبونه ما ادري قاعدين نخسر يا عيال قاعدين نخسر يا عيال ششش مش دراني لازم نعجن كل شيء من بدري ما تؤخر مكانك خايس بيزبط الاغراض اسمع اخبص كل شيء ها وش تبي؟ جري صح؟ لا بقيت باكيت موجوده من زمان الباكيت <applause> يلا توكل على الله ثاني زبون اخيرا يا عيال اخيرا هي حركتها يا كلب وش ذا؟ وش ذا؟ صلعت كش... والله ايش بصلعت يا عيال اوكي <applause> خلينا نحطها فوق كذا وخر يا باكيت تعال هنا يا بقيت كريم بريد والله اني حاس تعال تعال تعال, تعال هلا حبيبي تعال استنى ها خله خله يلطع شوي عيال شو معجلنا خلنا نطلب شي ثاني نجهز شي ثاني قبل ما يجي واحد خلينا يسبي... خلنا نجيب البسكت وش يبغى؟ فلاور كريم وبسكت لازم نطلبهم اجل يلا توكل على الله فلاور كريم وبسكت كريم كريم مو كريم مش كريم بعد انا بصراحه جهز جهزة قبل ما يجي الزبون ادري انه بيجي بيجلدنا جلد ايش؟ مكسر اوفن ايطاليان لوف برد ايطاليان لوف موجوده موجوده بعدي موجوده يا قلبي موجوده ودي اعطيك واحده على المحل من هذول يا شيخ مغلفهم متوهقت فيهم اصبر اصبروا البسكت يحتاج فلاور كريم وبسكت مكسر واوفن انا ما عندي مكسر عندي دو ميكر ما عندي مكسر نجيبها نجيب هذا المكسر ولا المتوهق قصدي اي المكسر أصلاً ما يمديني اصلا طيب اسمعوا خلينا خن خنجيب خلينا نجيب فلاور نجيب ييست واويل احتياط يعني احس انهم يخلصون علي شو بتريد؟ ايطاليان لوف بريد طيب ابشر ما طلبت شيء اسمع جهزنا واحد ثاني قبل ما يجينا الزبون الجاي اوووه شكرا طيب يا كلب ورع يا عيال معلش ب... البداية كانت غير موفقة ما كنا ندري شو السالفة الحين عرفنا لازم نجهز الخبز من بدري قبل ما نبدا هذا ايطاليان بريد طب جهزنا إيطالي... ايطاليان بريد بالله على طريقك شكرا شكرا اصبر بزر شوف يبغى هذه توني الحمد لله اني سويتها الحمد لله اني سويتها لوف بريد امسك توكل يلا سكر الباب وراك يا ورع ودي اطلع اشوفهم يا اخي ودي اشوف البشر اللي برا طيب ابي اطلع اشوفهم يا اخي يوه ام عاد ام تعرف تسوي كذا والله ما ظنت انت صلعتك <applause> والله ما ظنت اوكي <applause> حطها فوق هنا حلوين حلوين شو بتريد؟ تايلاند بريد واحدة هذه يلا توكل على الله تو دقنك الاصفر ذا مطقم مع ملابس الكلب يا ابوي افلقني افلقني لو تعرف تسوي واحده من هذول افلقني افلقني يا انت صلعت يا نصاب اخ اوكي هذاك البسكت حقنا طلبناه اوه من محك التاجر طالبينه من محلنا ذاك يا عيال اوه والزيت اوكي اذا طلبنا اشياء تجي هنا نايس حلو كويس انك تشوف اغراضك اللي جتك يعني لاحظت انه تاخذ خبز على <applause> طول كذا طيب اي لاحظت ان فلوس ما تجي <applause> كثير فما قاعد نكسب بسرعه ايطاليان بريد وايطاليان بريد نبغى لوف بريد ما عندنا شت لا يجي يطلبه ولا ولا عندنا وانا ما ادري فرنش بريد جراي بريد ايطاليان بريد تعال هنا ايطاليان بريد هذا ما حد طلب الفرنش بريد ما حد يحب الخبز الفرنسي ما ادري ليش خلنا نتخبى عشان ما يجونا زباين كثير السلام عليكم غريب بريد هلا والله ابشر ايه... بالغلط حطيته مع الصين اي لا 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 هذا من جدي... امسك امسك يلا الله... سويت لنا اه... انت؟ ايطاليان لوف بريد هلو والله مرحبا مسهلا هلا والله اوكي حلوين حلو... امورنا طيبه يا عيال هذا باجيت <متصفيق> هذا الباجيت اللي ما حد يبيه توهقنا فيه يا عيال ذا خذ خذ باجيت ها يا قاعد اجهز الاغراض اغلفها ور ما يترك هاي ورا ما يفك ايوه اخيرا قاعد اجهزها عشان لو جاء احد يكون جاهز يعني كل شيء ما يحتاج على بس طق <متصفيق> السكانر وخلاص ياخذها ويمشي هنا الباجيت فرنش وتاليان باقي الجري الجري خلصت الله يستر <applause> والله اني حاس انك تجي <applause> الغثيث انا حاس بيجي واحد بينكبني الا يعطيني تقييم <applause> تبن انقلع بس خلنا نظبط اغراضنا هنا حطينا فرنش فوق بعض اخلص ده بيجي يعطيني تقييم شين تعال بسرعه 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 اوه طولين 10 ثواني يلا يلا روح يلا انقلع وريح عطنا عطنا زيادة يا ولد. هذا اسمه الخبز الرصاصي، معروف يعني ما تعرفونه؟ معروف. أكلة مشهورة عندنا في فرنسا. إيش تبي؟ كل شيء جاهز، شف. أبد ها! طقطق لين يشبك واحد منهم، شوف شبك واحد منهم، بس هذي الخطة يا يعني. عيال. والله إستراتيجية، بس ما تعرفون، ما تعرفون. <applause> طيب. هذي بتنكبني ذا الإستراتيجية، أنا عارف، عارف. بيجي يوم بتوهق، وتتذكر كلامي، قول كل حسام ما قاله. يروع الصوت يا انت ما غير تجي محلنا يا ابوي انت ما عندنا الا انت يمكن ايش يا اخي انت ايتاليان بريد حقك وين ايتاليان؟ لو لو بعنا اللي تحت يا انا احب اخرب عليك العابك يا محمد حلوين يلا بقينا بس 20 ريال ونشتري المكسر همم ان شاء الله ما نتوهق الله والله محلنا حلو يا عيال افتح النفس ها شو بغيت طال عمرك؟ ايطاليان بريد خذ ايطاليان بريد للخدمة خلص ايطاليان بريد خلص ايطاليان بريد خلص ايطاليان بريد سو 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 ليجي حد الحين ينكبنا نعرف نعرفهم حركاتهم ذا الوسخة ايطاليان لوك بريد اوكي حطها هنا شوف كالوريز حقتها يا عيال ما شاء الله ما شاء الله وين الكالوريز والله ما لقيتها زبده يمكن انا حوليت ايش تبغى؟ باكيت زمان ما حد اخذ باقيتي اهو اخيرا اخيرا شريتوه رحمتوه مسيكين اوكي راح ابطل الحركه ذي صراحه لان اتوقع بني كوب بعدين فخلنا نبطلها نبطلها بس مو الحين لما نخلص ال... الستوك هذا بعدين شو رايكم يا عيال؟ انا بغطي وجهك الخايس هذا ايطالي انا ربك فرينش بريد خذ توني outta... أبطو... توه طالع من الفرن توكل <تكتفك> الله يلا. طيب شو الوضع الحين؟ فايننس جبنا 79 كويس كويس مش بطال مش بطال حلو حلو ماشيين تمام الروقة بكينا دولار واحد يا عيال اقرب القهر دولار واحد بس ونشتري المكسر التمن لو بخششنا اللي تو يا ابوي ورا ديكورنا كذا كأننا في مختبر مو في مخبز حطها في راسك بعد، شوف حرارتك، تعال تعال شوف حرارتك يا كلب، تعال قفلناه، طب اسمع الانجريدينتس كيف؟ آه عندنا كل شيء سبعه منه حلو، فمعناتها نقدر نطلب بالمكسر وحنا مرتاحين، ولا اصبروا اصبروا لا لا, لا اصبروا، المكسر لو طلبناه وش راح يفتح لنا طلبات؟ هنا السؤال يمكن لو طلبنا المكسر يبدون يطلبون اشياء المكسر طبعا، وانا ما عندي مواد حقتها. بس ما قفلنا يا ابوي انقل بيتكم يا اخوي خلاص قفلنا ايه فكنا نقول خلينا نشوف مثلا هنا الاشياء اللي تحتاج مكسر عندنا هذا يحتاج مكسر وهذا يحتاج مكسر البسكت جبنا اغراضها طيب الب... لا 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 هذا الشيء باكزي يحتاج شجر وبتر وشوكلت فممكن يجي واحد يقول هي سوي لي باك وانا معي الماتيريال حقتها واتوهق اخسر هذا وهذا يحتاج روزماري وعسل لا لا ما نقدر نشتري مكسر اشترينا مكسر الحين انا متاكد راح نتوهق لانه ما راح نقدر نجهز هذه الاشياء اللي تحتاج مكسر في هاي تحتاج سلايسر اوكي ما نخاف منها دو دو رولر هذا هذا أوه. اوكي بس الباك زي والبسكت هم اللي يحتاجون مكسر حاليا هم اللي راح يفتحون لي لو طلبت المكسر طبعا لو كانت نظريتي صح وهذا بعد الاوت كوكيز اوف انه مكسر وهذا اوكي كل مالهم الكتروني ها كنسل الخطه يا هلا كنسل الخطه عطنا عطنا فرنش بالله جهز لنا بيجون زباين بعد شوي ونتوهق ااا آه فرنش بريد اوكي طب امسك هذا اخر حبه يلا حرارتك اوكي سليم ما عندك مشكله في عندنا اشياء اكوبمنت نقدر نشتريها آه شلف هذا اللي ابيه تلفزيون كوفي ماشين اه اوكي والله فيها فيها يعني بس المشكله ما ادري يكفي المكان ولا ايش السالفه يعني وين بحط الـ الاغراض وين احط الشلف هنا مثلا يمكن ايش تبي ايتاليان <applause> لعبه الايتاليان برد جليل خلينا نقفل خلينا نقفل نروح نشوف بيتنا عيار شو سالفته قفلنا المحل يلا روح بيت كومنت. اوكي okay. يلا مشينا اوه بياخذون 20 دولار عشان الموظف لو رحت البيت لا 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 افتح المحل افتح المحل ما انت ما في روح البيت ما في روحه ما في روحه قاعد يعني قاعد تسمع ولا لا والله لازم لازم نحلل يا عيال ما في لازم نحلله صح ولا خلاص قفلوا المحلات ظهر صار ليل يا عيال والله ظهر ما راح يجينا زباين خلاص راح بيتكم خلاص رحمته خلاص والله ما في زباين شو اسوي يلا خذ 20 دولار الله يقلعك انت راسك اوكي اصبحنا واصبح الملك <سؤال> لله شكرا انا وياك في نفس المحل <سؤال> يا هو او يفتح من نفس المحل اوكي حلوين حلوين طيب نبغى نسوي إيطالى بريد قم قم اشتغل قم اصبر وش ذا هذا فرنش بريد جب جيبا اوكي سوي لنا ايطاليان شو بتريد؟ شفتوا والله اني حاس اخر حبه يا بالله خلاص انا خبرتي في في التجارة وفي الفلافل يعني خلاص خلاص تعلمت اللعب وضربت على ايدي كثير يا محبوس حسيني اني مكتوم ودي اطلع بيطلع يا عيال سوي رياضة يا عيال حوليت ها ايش تبي؟ فرش بريد ياه ها ابشر ابشر قم 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 سوينا فرنش يا بالله شفت شفت انا اعرفهم الكلاب اذا شافوا شيء بيخلص يطلبونه على طول يب من كذا انا جهزت يا ابوي هنا فرنش بريد اعرفهم زين زين الكلاب الباجيت جاهز موجود الايطاليان بريد موجود اوكي اوكي كل شيء زين وتمام طيب يا ابوي اصبر خلنا نظبط طلبيات يا اخوي رجع كنت من الشبكه اللي في عيونك <applause> ايطاليان بريد وين ايطاليان بريد جب ايطاليان بريد اوكي عطنا عطنا ثاني بريد دبي بوي ما في الحبتين بالله كثر خلي هذا حبات اتوقع نحتاج اول شيء سكر هل تجي بسرعه اول ما اطلبها الاغراض هي ضار على طول تجي هذا سكر الظاهر يب اوه اوه طلبيتين طب هذا وهذا الفرنش اصبر 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 عندنا 20 ثانيه نظبط قبل ما يجي الزبون اللي بعده ونتواهق قم كم كم صلح يلا الله يستر عليك حبيبي الله يستر عليك الله يستر معصب بعد الله يستر عليه والله العظيم يا عيال يلا العظيم عيال انا خايف يا عيال بسم الله الرحمن الرحيم انا دخلت يطلب خمس اشياء نحاس جراي وذا يلا امسك والله خلصناهم طيب وهذا جراي والتالي موجود اوكي كل شيء معنا زين خلينا نسوي فرنش زياده عطنا بالله طب اصبر قبل ما نطلبه خلينا نشوف الاشياء اللي نحتاج اللي في المكسر عندك البسكت طلبنا اغراضها كلها هذه اوفن ومكسر تحتاج باتر وشوكلت اوكي بتر وشوكلت باقي لنا طلبنا الشجر اوكي هذه آه ما نقدر نسويها ما عندنا دور رولر سلايسر ما عندنا بتر وتشوك يا اصبر يا اخوي اوت نحتاج اوت 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 ان شاء الله ما انسى يا بنسى صح يا بنسى طيب خلينا نطلب الحين الانجريدينتس اللي هي اوت شوكليت وبتر والله ما نسيت عيال الله فلور خلص الاويل خلص بتر هذا بتر جبناه آه اويل آه، موجود يست آه، بسكت موجود اوت آه، اوت آه، آه. في شيء باقي كريم موجود اتوقع بس ساما بوي جراي وايتاليان ابشر حبة جراي وصلحوه وحبة ايتاليان لوف صلاحه وهذه الجديدة حطها هنا نقول يا بوي قبل ما نحاسب الرجال اصبر ما بقى وقت اوكي صلح لنا يا ابوي جراي صلح لنا جراي بيخلص اوكي الحين نقدر نطلب الظاهر او شيء خلينا نخلي يصلح الجراي الظاهر الحين يمدينا نطلبها يا يعني. عيال اتوقع يمدينا ما راح نتوهق باذن الله والله يستر انا ما ادري خاف اننا نتوهق اممم بالعافيه عليك بس قبل ما ذا خلينا نخليه يجهز لنا فرنش لان بنتوهق بعدك يب هذا وشو هذا ال... والله ما تبي المحروق ترى زين على حساب المحل ما حد يطلبه ترى. اوكي. اوكي قبل ما نطلب الجهاز لازم نتاكد. لازم نتاكد من الاغراض اذا كامله صدق ولا لا. على العموم يعني راح نوقف هنا. هذه المكسر نشتريها ان شاء الله في الحلقه الجايه نشوفها سوا عشان ما نكون خلصنا كل شيء في الحلقه الاولى يعني. هاي ان شاء الله عجبتكم الحلقه، ان شاء الله عجبتكم السلسله الجديده. بالغالب راح تكون سلسله اذا عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا في القناه وحطوا لكم مقطع. سلام.